السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم ايمان من قناه شيوات ايمان ام امين، وفي الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد التورته اللي خفيفه ظريفه سهله في التحضير ديالها. غادي نشوفوا التزيين ديالها وكذلك طريقه ديال التحضير ديال الورد. فالى عجبتكم هاد الفيديو ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال لي لايك، تخليو ليا تعليقاتكم وتبارطاجيوها مع احبابكم مع اصحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ونخليكم مع بقيه الفيديو ونتمنى لكم فرجه ممتعه. الوغ اول حاجه غادي نحضروا الورد، فكنحتاج هاد الاسلاك هادو الخاصه بالورد، كنديروا فيهم هادوك الرويسات اللي كيكونوا هما القلب ديال الورده بالعجينه ديال السكر. انا هنا حضرتهم قبل، فحضرتهم قبل غير بشويه. نورمالمون خصكم تصايبوهم قبل، كتلصقوهم باللصاق فوق هذاك السليك باش كيلصقوا مزيان وكيتبتوا ملي كنبغيو نصايبوا الورد ديالنا. غادي نحتاج العجينه ديال السكر. هنايا استعملت ثلاثه ديال الالوان، الابيض الوردي فاتح والوردي مغلوق. غادي نستعمل القطاعات ديال الورد، اربعه ديال القياسات. يمكن لكم تستعملوا هادو او لا اللي كيكونوا سامبل او لا فقط قطاعات لدائريه. غادي نحتاج للصق اللي هو عباره على بودره سمسي مع الماء، يعني الماء كندفو ليه القليل جدا من بودره سمسي، كنخلطوهم وكنخليوهم واحد شويه وهما اللي غادي يكونوا لنا اللصق. يمكن لكم تستعملوا فقط الماء. بالنسبه للعجينه ديال السكر، فكنستعملوا العجينه الخاصه بالورود اولا كنستعملوا العجينه السكر العاديه اللي كنضيفوا لها شويه ديال بودره سي ام سي باش كتقصحها اولا كتقصح لنا بسرعه. الوغ انا غادي ندير غنوريكم هاد الورده هادي اللي فيها ان ديغرادي ديال الالوان، يعني الداخل ديالها بالوردي المغلوق، وغادي ندير الوسط شويه بالوردي مفتوح وعلى برا بالابيض. فكنحتاج في الاول القطاعه صغيره كنقطع بها خمسة ديال الاوراق. من بعد غادي ناخذ القطاعه اللي كبر منها وغادي نقطع منها ربعة ديال الوريقات، وهادو غادي نديرهم في اللون الغوز اللي مغلوق. من بعد غادي نجيو باش نخدمو هاد الوريقات ديالنا. فكنحتاجو لهذا ديال الورود، هذيك البونجة صغيرة، كنحتاجو لهذيك الأداة كذلك اللي الراس ديالها دائري، يمكن لها تكون هكا او لا ديال البلاستيك. وكنبداو غير كندوزو عليهم، يعني طريقة اللي سهلة بزاف باش كتعطي لهذوك الوريقات ديالنا واحد الشكل اللي غادي للطبيعي. ومن بعد غادي ناخذ هذاك القلب ديال الورده ديالي اللي حتى هو في اللون، في نفس اللون، في اللون الغوز اللي مغلوق، وكنبدا كندير اللصاق على جوج ديال الورقات بالشكل اللي كتشوفوا الورقات اللي صغيورين، كنوضعهم على هذاك القلب بشكل مقابلين مع بعضياتهم، يعني متقابلين، يعني بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. ومن بعد غادي نجي وغادي ندخل كل جهه، غادي ندخلها تحت الاخرى باش غادي نجمعهم، وكنستعمل لصاق باش غادي نغطي هذاك القلب ديال الورده كله. المهم راه الطريقه سهله بزاف وكنظن انها واضحه في الفيديو، والورود راه شي حاجه اللي سهله. وهنايا بطبيعه الحال راه غير الورد العادي، مرات اخرى ان شاء الله غادي نديرو اشكال اخرى ديال الورود. دابا غادي ندير الطبقه الثانيه اللي غادي يكونوا فيها ثلاثه ديال الورود اللي بقاو ليا صغار اولا ثلاثه ديال الوريقات. غادي نجيو كندير لهم اللصاق من واحد الجانب باش كنلصقهم، يعني كنلصق من هذاك الجانب اللي درت له اللصاق، والجهه الاخرى كنخليها محلوله باش كندخل فيها الورقه الاخرى. هكذا كيجيونا الاوراق متراكبين وحده على وحده. ومن بعد عاد كنجي لهذوك البلايص اللي بقاو محلولين كنرجع ندير لهم اللصاق وكنثبتهم حتى هما.
صافي. من بعد ما كنلصقوهم فكنبداو نقدوهم هكذا بيدينا، كنحلو هذوك الوريقات وكنعطيو لهم الشكل اللي بغينا. دابا غادي نرجع للوريقات الاخرين اللي بقاو اللي لاطاي ديالهم اكبر، كنحطهم قدامي، كندير لهم حتى هما اللي ساق من نفس الطريقه، يعني فقط من واحد الجهه، وغادي نركبهم بواحد الشكل اللي يكونوا مركبين على بعضياتهم. وفي التالي غادي نجيو نلصق الجوانب الاخرى، وغادي نخليكم مع لا فيديو راه كل شيء موضح فيها. من بعد كناخد العجينه ديال السكار اللي في اللون الوردي المفتوح، كانت صراحه اللي كتكون رقيقه شويه، يعني الورد ما كيبغيش العجينه السكار تكون غليظه، خصها تكون رقيقه شويه. وغادي ناخد القطاعه الثالثه دابا، يعني القياس الثالث، وغادي نقطع منها ولا غنحتاج منها 5 ديال الاوراق، وغادي نخدمهم بنفس الطريقه. يعني هنا غير العمليه اللي درنا في الاول كنبقاو نعاودوها، غادي نخدمو كنخدمو بهاد الاداه باش كنعطيو لهم واحد الشكل طبيعي. من بعد كنبداو كنلصقوهم متراكبين على الورده ديالنا، وكنستمروا هكذا يعني حتى كنكملوا. ملي كنكملوا هاد الوريقات هادو يمكن لينا نتوقفوا هنا، ديجا الورده ديالنا كتكون كبيره شويه، كتعطينا واحد الشكل زوين. كما يمكن لينا نزيدوا القطاعه اللي بقات لينا الاكبر، كنزيدوا فيها حتى هي 6 ديال الورقات في اللون اللي بغينا. انا غادي نستعمل فيها اللون الابيض. وصافي دابا بقى لي ما نقول لكم في الورد، غادي نخليكم تكملوا لا فيديو حتى نوصلوا للشكل النهائي اللي بغيت ديال الورده.
وهنايا يعني بعد ما كملت فهذا هو الشكل النهائي. كنجيو نقادو هذوك الوريقات بيدينا، كنعطيو لهم الشكل اللي بان لينا مناسب، وراه كيتقادو لينا دغيا لان كتكون فيها البودره ديال السمسي. فصافي كيعطيونا هكذا وريضات اللي فيهم واحد ديكغادي ديال لي كولور، الشكل ديالهم كيكون زوين بزاف. وبنفس الطريقه غادي نعاود العمليه حتى نحصل على العدد ديال الورود اللي بغيت. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الوريقات. فكنحتاجو لهاد لابلاك هادي اللي كتكون خاصه بالورود، فيها هادوك الثقوب اللي طوالين، فغادي تشوفوا لاش كيصلحوا. يعني كنسرحوا فوق منها العجينه ديال السكر، كنديروا طابع او لا اي قطعه عندكم ديال الاوراق، انا عندي غير هذا ولكن كنحتاج غير القطاعه. وكما شفتوا هذيك البلاصه اللي كتبقى لنا خارجه، فالهدف منها هو كندخلوا فيها هذاك السلك اللي عندنا كيكون خاص بالوريقات، باش كنقدروا بحال ما كانت نهزوهم تحكموا فيهم. ومن بعد باش كتعطينا الشكل ديال اولا هذوك لي زومبرانت اللي عندنا في الاوراق، فكنحتاجوا لهاد المول هذا ديال لي زومبرانت، كنحطوها عليه وكنضغطوا عليه وكتولي محفره من الجوايه بجوج، وفيها هذاك الشكل ديال الاوراق ديال الورد. من بعد كنعطيو لها الشكل اللي بغينا وكنخليوها كتنشف. انا هنا هاد الورد والاوراق راه ما حضرتهمش مده قبل، يعني حضرتهم فقط مباشره ما قبل ما حضرت الحلوه ديالي. الوغ دابا غادي ندير المونتاج الحلوه ديالي. هادشي اللي درت فيها كله سبق لي تشاركته معكم، داكشي علاش غنقول لكم غير فقط شنو استعملت، وغادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. بالنسبه للكيك فانا استعملت مولي كيك، درته في المول ديال 23 سنتيمتر ودرت فيه 6 ديال الحبات ديال البيض. غنخلي لكم الرابط ديال فيديو المولي كيك في صندوق الوصف. بالنسبه للبودا فدرتو بكريمه ديال الزبده السويسريه اللي غنخلي لكم حتى هي الرابط ديالها في صندوق الوصف. وبالنسبه لا غارنيتور فدرت اون غاناش مونتي بالشوكولا بالحليب، اللي سبق لي حتى هي تشاركتها معكم فيديو خاص واللي غنخليه لكم كذلك في صندوق الوصف. يعني راه ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، لان كاين شي وحدين الله يهديهم كيشوفوا بحال هاد لا فيديو هادي ما فيهاش لا غاناش ما فيهاش لا غارنيتور طريقه، كيحسب لهم وكيخليو ليا تعليقات على اساس انني ما كنشاركش معكم كل شيء وكنخبي عليكم، يعني كنعطيكم عيد زين ومخبي عليكم هذاك الشيء الاخر بحال ما بغيتكمش تعرفوه. بالعكس اللي غتشوف لا فيديو غير من هنا فراها لان ما بغيتش نطول عليكم بزاف ونبداو نعاودوا نفس الحوايج. فهاد الشيء هذا كله راه تشاركته معكم، واللي عارفينني خلاص مزيان راه عارفين انني ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. الوغ من بعد درت كنسقي المولي كيك ديالي بالحليب اللي منكه بالفانيليا، ودرت قطع ديال دي كيندر بوينو، وصافي كنستمر بحال ما هكا حتى كنكمل المونتاج ديال الحلوه ديالي. اللي دائما كنقول لكم ديروا المونتاج وخليوها في الثلاجة واحد نص على الاقل نص ساعه، يعني ضروري تخليوها على الاقل نص ساعه عاد تقادوا لها من الفوق سواء الكاناش او لا كريم ديال الزبده، باش كتكون ديجا وقفات وشدات راسها. ملي نبقاو نديروا لها لا كاناش او لا كريم ما كتبقاش تمشي لينا هكا وهكا. صافي هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه فكنجي كندير شويه ديال الكريمه الزبده في الاسفل اللي غنلصق عليه السوبور ديالي، وكنقلب لو مول، كنحيد لو مول، وكتبقى لي الحلوه واقفه مزيان يعني عموديه على الكيك بورد، يعني ماشي مايله ماشي عوجه. فهاد الشيء هذا كيسهل عليا من بعد ليساج ديالها. انا استعملت هنا كذلك كريمه ديال الزبده، كريمة زبدة سويسرية اللي خفيفة في الماكلة ديالها وكذلك سهلة في التحضير ديالها. بالنسبة لي أنا راه ناجحة 100%، ولكن كاين شي وحدين للأسف جربوها وقالوا لي بلي ما صدقات لهمش. فالصراحة ما عرفتش علاش، لأن هاد الكريمة الزبدة يعني كتصدق في كاع الأحوال.
غير كنظن ان البنات ما كيخليوهاش كترب مزيان، فملي كيشوفوها بدات كتحبب ولا كيقولوا راه جاتني محببه صافي وكيتوقفوا. هي كتبغي تتراب 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 مزيان. يعني الا استعملتوا التراب الكهربائي اللي كنقبطوا بيدينا، فراه خصكم تعطيولها بزاف ديال الوقت باش كتولي ملسه وكنتحصلوا على النتيجه المرغوبه. اما الا شفتوها تحبات، راه هذيك التحباب واحد المرحله ضروريه كدوز منها الكريمه ديال الزبده باش كتوجد. داكشي علاش اللي ما كتصدقليهش اولا كيقول انها ما صدقاتلوش وتحببات ليه، فكننصحكم غير زيدوا طربوها زيدوا طربوها واكيد راه غادي تصدق لكم. وكذلك بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي راه احتفظوا بها في الثلاجه وملي خرجوها خسرات، انا ما عرفتش اننا كنديرها ميم في الكونجيلاتور مي لاشينا تسكر الكريمه الزبده ملي كنجبدوها من الثلاجه اولا من الكونجيلاتور، ماشي كنعاودو نطربوها باش تقاد. لا، هذيك الا طربتوها غادا تخسر. يعني كنخليوها تاخد درجه حراره الغرفه بوحديتها، كنخليوها تنزل، يعني ما كتبقاش جامده، كتنزل بشويه بشويه حتى كتولي على طومبيراتور امبيونت وصافي كتكون موجوده للاستعمال. ما كنحتاجو لا نطربوها لا نخلطوها لا حتى حاجه. انكور نخلطوها ممكن الا بغيتو تلونوها ولا كتخلطوها بواحد لاماغيز ما كيوقع لها حتى شي حاجه، ولكن التراب سورتو التراب الكهربائي ما تستعملوش فيها لانه ما محتاجاش. المهم انا هدرت شويه هنايا باش حاولت نجاوب على شي حوايج كيقولوهم لي البنات. في نفس الوقت ما تبقاش تشوفوا هكداك في لا فيديو ساكته، و كما كتشوفوا راه غير كنملسوا الحلوه ديالنا يعني بالشكل اللي بغينا، وانا ما بغيتش هنا ان ليساج لي يكون بارفي، لان غادي تشوفوا الزين اللي غادي نديروا لها ما كيحتاجش انها تكون بارفي في لو ليساج. وهنايا فخديت الكريمه ديال الزبده اللي ضفت ليها ملون وردي كما كتشوفوا، كناخذ لا سباتول هنا من بعد ما كملت، كناخذ هذيك لا سباتول كوده، يمكن لكم تاخذوا فقط معلقه صغيره الظهر ديالها، كناخذ شويه ديال الكريمه، يعني غير كنمسح شويه الكريمه على لا سباتول وكنجي وكنجر بشكل مائل للاسفل بالشكل اللي كتشوفوا، فكيعطينا واحد الشكل زوين للحلوه. دابا غادي نخليها على جنب وغادي ندوز الورد ديالي اللي غادي ندير ليه شويه ديال لابريونس بهذا الملون هذا اللي في الوردي. هو ماشي وردي، المهم غادي يعطي ليا شويه ديال لابريونس. كناخذ واحد البانسو، ما كناخذوش كميه كبيره، يعني كناخذو كنديروا البانسو وكنمسحوه في الورق ديال المطبخ بالشكل اللي كتشوفوا، عاد كنديروا على الورده ديالنا باش كيلونها واحد شويه وكيعطي لها لابريونس. ما عرفتش واش باينه لكم العمليه، المهم راه كيعطي لنا اونكور كيزيد لينا جماليه لهذاك الورد اللي حضرنا.
وبالنسبة للوريقات فأنا بغيت نديرهم بالذهبي، فكناخد هاد الملمع الذهبي اللي ما كيتكالش، هذا راه كلشي كيعرفه، وكناخد واحد البانسو كنبدا كنلون هذوك الوريقات. ما كنحتاجو نخلطو مع حتى شي حاجه، اكيد ما كيعطيناش واحد الذهبي اللي زوين بحال الا كنا مخلطين، يعني بحال الصباغه، ولكن كيجي قاد لينا الغرض. ويمكن لكم كذلك بالنسبه للوريدات تستعملوا فقط عجينه ديال السكر اللي كتلونوها ولا ملونه باللون الاخضر، وكديروا بها وريقات وكتخليوهم هكذاك خضرين. دابا من بعد ما كملتهم فغادي نجي وغادي نحطهم على الحلوه ديالي. انا ما كانت عندي حتى شي فكره على كيفاش غادي نحطهم، المهم داكشي علاش غادي تشوفوا راه غنحط وغنبدل، غنحط وغنبدل حتى نحصل على الشكل اللي بغيت. باش كنثبتهم كنستعمل واحد الكوردون باش كنتاكد انهم ما غاديش يطيحوا لي، يعني كندخلو في الحلوه والنص ديالو كيكون داخل في الورده باش كتبقى ثابته وما كتحركش. وهذا هو الشكل النهائي اللي عطيت لهذاك الورد، يعني صافي تبت 4 ديال الوريدات الفوق، وهذيك الصغيره جيت باش نثبتها في الجنيب حتى هي ثبتها بواحد الكوردون اللي درته في الجنب ديالها. من بعد غادي نجي للوريقات كذلك. شفتوا علاش كينفعوا هذوك السليكات باش الورقه ديالنا كتبقى باينه، يعني كندخلوها وكتبقى ثابته لنا هكا، وحتى في اللون الذهبي كيعطيو لينا شكل زويون الحلوه. درت كذلك وريقات اللي ما استعملتش فيهم السلك واللي غادي نديرهم مثلا في هذيك الوريضه التحتانيه، غندير وحده فوق سوبور، يعني على جنبها بجوج، وحده غتجي لاصقه على التورته وحده غتجي لاصقه على السوبور. من بعد هاد البلايص اللي بقاو خاويين قرعين، هنا غادي ناخد عقيق صغيور متوسط كبير، غادي نديرو على التورته ديالي كامله. اختاريت اللون الابيض واللون الوردي الفاتح، وكذلك هذوك لي باتوني دو سوكر في اللون الذهبي. وصافي هادشي هذا كان هو اخر حاجه، زدت ليها فقط جوايز انيفيرسير في الدوغي اللي كانت عندي، وصافي هذا هو الشكل ديالها النهائي. فبالنسبه ليا الشكل ديالها زوين بزاف وراقي، فكنتمنى حتى نتوما تكون عجبتكم، وكنتمنى تخليو ليا ارائكم بحال ديما في التعاليق، و تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم مع اصحابكم فيسبوك واتساب، المهم فين ما لقيتو. ونقول لكم تلقاو ان شاء الله في فيديو القادم مع وصفة جديدة. سلامة.